وعبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد كان ممن أسلم قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعتي العقبة الأولى والثانية. وكان بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا الفتوح والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمشروع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين أبي مرثد الغنوي. عبادة بن الصامت قلنا أنصاري ولا خزرجي؟ قلنا أنصاري ولا مهاجر؟ أنصاري. فإذا المهاجر من المهاجرين هو أبو مرثد الغنوي، فآخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبادة بن الصامت الأنصاري. أيضا من سمات هذا الصحابي الجليل أنه كان عاملا لبعض الصدقات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا كان ممن جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أهل الصفة القرآن. كانت وظيفته بأنه يعلم أهل الصفة القرآن. أهل الصفة هؤلاء عندما زاد عدد المهاجرين عن عدد الأنصار، لم يكن هنالك مأوى للمهاجرين الذين أتوا من بعد ذلك إلا أن يأووا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلوات الله وسلامه عليه وممن يكون معه من المهاجرين والأنصار على رعاية والقيام بشؤون هؤلاء المهاجرين، فعرفوا بأهل الصفة. وكان منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد فتوح الشام، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع معاذ بن جبل وأبي الدرداء ليعلموا أهل الشام القرآن والحديث والسنن ودين الله سبحانه وتعالى. وكان أول قاضي في فلسطين هو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وتوفي في بيت المقدس سنة 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.